يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى قالوا لم نكن من المصلين، ما الحكم في شخص يصلي الجمعة؟ يقول في قوله سبحانه قالوا لم نكن من المصلين، ما الحكم في شخص يصلي الجمعة ويصلي التراويح فقط لكنه لا يصلي الصلوات الخمس؟ ليس له جمعة وليس له تراويح وليس له عمل، مهما عمل فهو عمله باطل حتى يقيم الصلاة، حتى يقيم الصلاة فعمله باطل. نعم.